مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بسلاسل الإيجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله شهادة عبد منيب خاشع أواه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فمن شذ به إلى النار وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يا ابن آدم تتغافل في دنياك والأيام تنعاك والقبر غايتك واللحد مثواك فريق في الجنة وفريق في السعير
كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبديل والتدوير. فطوبى لعبد بصر بعيوبه فتدارك قبل الفوات، وتزود لمعاده وأرضى ربه قبل حلول الممات. وإن الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحمد لله. This khutbah is about taqwa Allah, about salat, about follow the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In another hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Taqullaha haythuma kunta wa atbi' al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan." Fear Allah wherever you are, and make sure you do good things whenever you have wrong thing, to erase the bad things. And deal with the people by good manners. Taqwa Allah, when they said it, is mean to follow the orders. When Allah asks you to do something, you do it. When Allah says stop, you stop. Imtisalul amri wa ittinabun nahi. Fi al-zahiri wa al-batin. In and out. The way pleases Allah, not the way pleases you. No way you can worship Allah the way you want. You have to worship Allah the way Allah wants you to be worshipped. And you know that from Quran and from the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqwa, as what our Sheikh Ibrahim used to say, is the key of all the doors. If you need knowledge, you fear Allah, Allah will teach you. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Fear Allah, then Allah will teach you. If Allah teach you, you know everything. Some ulama, they discuss about the meaning of this ayah. If it's true, it means, fear Allah, Allah will teach you. Because they said, fear Allah and وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ is another ayah. But we have the meaning from another ayah in Quran that nobody have doubt about it. إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. If you fear Allah, Allah put Furqan in your heart. What's Furqan mean? The light that you can know what is good and what is bad. And hadith Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man 'amila bima 'alima awrasahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." If you base your action, your deed on your knowledge, Allah will teach you another things. So that means if you fear Allah, Allah will teach you. If you need to be among the awliya Allah, you have to fear Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. There are those who believe in Allah and fear Allah. So if you want to be among the awliya Allah, you have to fear Allah. If you need wealth, fear Allah. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. If you fear Allah, Allah will take you out from the hard time and give you where you don't expect to get. If you need good ending, fear Allah, wal aqibatu lit taqwa, the good ending for the people who have taqwa. If you need paradise, fear Allah. If you want to be protected from your enemy, fear Allah. In tattaqullaha yaj'al lahu in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kayduhum shay'a. If you be patient and fear Allah, Allah will protect you from your enemy.
So the taqwa is the key of all the doors. That's why Sheikh used to say taqwa, at-taqwa sirul asrari, is the secret of the secret. People, they love to look for the secret from everywhere, but the best secret that you can get is to fear Allah. All the awliya Allah, they don't do nothing to get what they get from Allah except to have taqwa. Prophet sallallahu alaihi wasallam said about Abu Bakr as-Siddiq, ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولكن بشيء وقر في قلبه. Abu Bakr is not better than you because his many salat or siyam, of course he's praying and he's fasting, but it's not only that, but بشيء وقر في قلبه, something in his heart, that is mean his taqwa and his iman. And the other part in the hadith, he said, وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ سَيِّئَةَ تَمْحُهَا. If you do any wrong thing, make sure you go fast and make tawbah and do good things that will make the bad good. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. The good things will go away, will take the bad things away. In a hadith in Muslims that Abu Zarr narrated from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Allah will judge a servant the day of Yawm al-Qiyamah, and he will ask the angels remove all his big sins, just ask him about the small sins, and the angel, they will tell him, you commit these sins such day, set a time, he say yes, he cannot deny it. You commit these sins in that day, he say yes, it's true. And Allah tell the angels, okay, change all his bad things to good things. And the servant start saying, oh, I have some other bad things I didn't see here. So he wish to have bad record, because all his bad record gonna be changed to good. That's not to tell people you have to have bad things, no. To just show you that if you make good things, Allah will change your bad things to good. So we have to do our effort to make our good things, lot of good things. Because if you do one wrong thing, Allah will pay you one wrong. If you ask Allah for forgiveness or you make repentance, Allah will accept it for you. But if you do one good thing, Allah will pay you 10, he will pay you to 70, he will pay you to 700, he will pay you to unlimited. But unlimited payment always is for the people who have sabr. That's why the Sahaba, whenever they gather, they remind themselves to read Wal Asr, Innal Insana Lafi Khusr, Illa Alladhina Amanu Wa Amilu Salihati Wa Tawasaw Bil Haqqi Wa Tawasaw Bil Sabr. Surely, all mankind, they are in a state of lose, except those who believe in Allah, Illa Alladhina Amanu Wa Amilu Salihati, and they do good things. But ba'amilu salihati, when they translated, they said, is the farida and the nafila. You do your obligation and you do your extra, that is the nafila. Wa tawasaw bil haqq, they advise one another to have patience. They advise one another to accept the truth. So all human beings, they lose, except who have these characters. Iman, and amal salih, and tawasi bil haqqi, and tawasi bil sabr. The last part of the hadith that I just recite, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, deal with the people by
good manners. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq." Allah sent me just to complete the good manners. He said, "The person will have by good manners darajatul qa'im as-sa'im." What people having when they pray all the night, what they get when they fast all the times, if you have good manners, you will have that. And in hadith, innakum la tasi'una an-nasa bi amwalikum fasi'uhum bi akhlaqikum. You can associate, give everybody from your wealth, but with your good manners, you can associate everybody with good manners. And makarim al-akhlaq, that is what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ. If your brother don't want to come to see you, he cut the relationship, make sure you go to visit him. If he don't want to give you, give him. If he do any wrong thing, forgive him. If you have these characters, you have good manners. And these good manners is enough to protect you from anybody. And this is the way that the Islam grew in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wherever you see a person who can teach people the way to get to Islam, they have good manners. Prophet sallallahu alaihi wasallam, one day he was standing with some sahaba. And one man came, he said, "Who? This is the people who lie to Allah, say that Allah sent him." And said, "Now Umar say he's going to kill the guy." Prophet said, "No, leave him." And the guy said, "I will never believe you until this laser that I kill believe you." And Prophet called it, he said, "Ya Dabbu," he said, "Labbayka Ya Rasulullah." And he answered the call, and from that day, 100,000 people from his family, they came to Islam. So people, they talk bad about Islam because they don't know. So how they can know Islam without the Muslims? So everybody should understand that is the da'i, is a caller to Allah subhanahu wa ta'ala. The way you act, that the way people consider Islam. May Allah put us in the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah give us good manners. May Allah make us brothers in this life and after life. Alhamdulillah, الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحدنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه واستنى بملائكة كرسي وجلد بالمؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا لنبي وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجدوا ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين، الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا لمن كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين
وجعل أموالهم ذراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلا وطاعون وزنا ووباء، طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وأحبتني إلى أجل قريب فأصبحت من الصالحين. إن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.